فيوم القيامة وراءاتي. اللهم اهدنا فيمن هديت، واعطنا فيمن أعطيت، وطالنا فيمن طاليت، وبارك لنا من الخير فيما أعطيت، وقنا الشر ما كفيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من واليت، تبارك ربنا وتعاليت، فلك الحمد ولا ما قضيت، وأستغفرك وأتوب إليك. اللهم إنا نسألك إيمانا مستقيما، وقبيلا بعينا، والأبرار أسمى، وأقلا كاملا، وعلما نفعا، وقلبا منورا، وتوفيقا يسرا، وصبرا جميلا، وأجرا عظيما، ولسانا ذكرا، وبدنا صبيرا، ورزقا وسعا، وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا، وعملا مقبولا، ودعاء مستجابا، ولهكاء نصيبا، وجنتا في الدوسة، ونعما مقيما. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتضيع الملك من تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، يدك الخير انك على كل شيء قدير، تورث الليل في النهار، تورث النهار في الليل، وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن تولى ويعمهما كما ربيان صغيرا، واغفر لي يا اللهم للجميع والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم على أمواتك برحمتك، وأرحم الراحمين وقصوى العاذلين والسامعين وصائر الحج في هذا يوم المباركة. اللهم بالغ ما أملنا وما طلبنا يا مولانا يا رب العالمين، من العريش لا يقر شيء أولا وآخرا ظاهرا وباطنا. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم، ربنا تقابل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتوبتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب الدين وعذاب القبر وعذاب الدنيا وعذاب الفقر. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صلى الله على سيدنا محمد الفاتحة. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين.